بسم الله الرحمن الرحيم، معكم بلال القاري نائب الكاتب المحلي ديال الهيئه الوطنيه لقطاع سيارات الاجره التجمعيه من الصنف الثاني بمدينه طنجه. اليوم حاولنا هنايا جالسين كنتضامنوا مع الاخ ديالنا والسائق المهني اللي تعرض لهذه الصاعقه ديال بينه وبين الزبونه حول موضوع ديال الابتزاز. يعني اي واحد في الساعه ديال الغضب يقدر ينفعل، اي واحد يعني هو ارتكب خطا واي واحد في هذا الوقت هذا يقدر يخطا. احنا ما نقولوش احنا مالك ما خطاوش اي واحد، ولكن دابا كيوقع المواطنين كيحملوا مسؤوليه جميع السائقين. السيد هذايا رغم انه ما عندوش السوابق، ما عنده عمره وقع عنده الشكايه في مكتب التنقيط، كيف يعقل ما نضمنوش معاه؟ احنا هنايا كنقابيين كهيئات نقابيه كتضامن مع السائق المهني، وكنطلبوا الله من السلطات انها يعني تشوف الراي ديالو بان ما عندوش شي سوابق ولا شي حاجه، وقع سوء تفاهم بينه وبين الزبونه. يعني اليوم حاولنا كيفاش نوصلوا الصلح بين هاد الزبونه هادشي. تم التراضي بين الزبونه وبين السائق المهني، الحمد لله. كنتسناو النيابه العامه شني عطي الراي ديالها واش يعني تقبل الصلح بين السائق وبين الزبونه. فلهذا كنتمنوا من جميع المواطنين انهم يديو شي واحد النظره على السائقين بصفه عامه. راه خصكم تعيشوا المعاناه اللي كيعيشها السائق المهني، رغم ان الريسيتا اللي هي كترتكب اي حاجه كتضغط عليك، رغم ان الطر التعسفي كتمشي نتينا خدام 20 سنه وانت في السياره. هذا هو القطاع الغير مهيكل. احنا ما عندناش شي قطاع اللي هو مهيكل، احنا قطاع غير مهيكل، ما معترف فينا حتى لا وزاره النقل ولا وزاره الداخليه. احنا بحال اللي خدام معاه شوف المارشي عنده قيمه على السائق المهني. احنا كتجي في الصباح تجي توز الطنون ما كتجيب راشي 10 سنين طر تعسفي بدون قيمه. احنا ثلاثه د الناس 5 دراهم، اصغر ادنى مسالفه عندنا هنا في المغرب كامل، ادنى تسعيره في المغرب كامل 5 دراهم ثلاثه د الناس. مدينه تطوان هي 8 دراهم، العرايه 9 دراهم، طنجه بوحدي حتى اللي هي ثلاثه د الناس 5 دراهم. واغلى لقريمه، اغلى لقريمه في المغرب كامل 140 150 مليون. واغلى ريسيتا في المغرب كامل هي اللي في مدينه طنجه 300 درهم في العشيه و 250 درهم في الصباح، ما كايناش في المغرب كامل. كيف يعقل هذا السائق هذا ما يخدمش ويكافح الى جمع قوس المعيشين ولادو؟ هذاك هو الاهم حاجه. فلهذا حنايا ما حتنا الضغوطات ديال المواطنين، ما حتنا الضغوطات ديال الباترونه، ما حتنا الضغوطات ديال الولايه. كنتمنى من الله تشوفوا القيمه ديال السائق. السائق كينعس هو الاخراني وكينوض هو الاولاني. والمواطنين كيشوفوا السائق اذا كان واحد موثق كيرد موثق السمعه ديال السائق المهني بصفه عامه. فلهذا ما تشوفوش غير واحد الحاجه ديال ايجابيه، شوفوا السلبيه وشوفوا الايجابيه. ملي كتجبر المراه واربعه وليداتها وثلاثه وليداتها كيهزوهم، هذيك كاع ما كيشوفوها. ملي كيهز المستشفى في جوج ثلاثه ديال الليل ما كيشوفوهاش. خصك دائما تشوف المزيان وتشوف العيان. حنا كنتمناو من الداخليه ومن وزاره الداخليه انها تشوف التصفيه ديال هاد السائقين. بعد اول حاجه راه وصلنا لواحد العدد من 45000 رخصه ثقه. كيف يعقل نتينا 45000 رخصه ثقه وحنا عندنا 2000 سيارة أجرة الصنف الثاني و 1500 ديال الصنف الأول و 45000؟ يعني غير عملتي هيدا ولا هيدا كتجبر 10 كيتسناو خصهم يخدموا. كنتمنى الوقوف ديال رخصة الثقة ما تبقاش تتعدل. وقف هادشي هدايا، لأن كنعطيو فرصة للنقل السري، كنعطيو فرصة للتطبيقات الذكية. هادشي هدايا حنايا في الوجوه ديال مونديال ديال 2003، ولكن كنتمنوا من السائقين يتأطروا ويتوعوا. فلهذا كنتمنوا من المسؤولين الهيئات النقابيه انها كل هيئه توعي السائقين المنخرطين اللي معاها. تحياتي لكم وتبارك الله عليكم، كنشكركم جزيل الشكر. رئيس المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني فرع سياره الاجره الصغيره احمد الوهابي، وسائق مهني، بخصوص الفيديو الذي أثار ضجة كبيرة في التواصل الاجتماعي، وكذلك نقلته مجموعة من الوسائل الإعلام المحلية والوطنية. سائق مهني اللي صراحة وقع في واحد الغلط أنه عنف ديك المرأة يعني في الشارع العام. بالنسبة لليوم كان عنده الإحالة يعني عند السيد وكيل الملك في هذه القضية. بالنسبة لنا احنا كمرصد وطني النقل وحقوق السائق المهني كنا توجهنا البارح عند الضحية، عند السيدة اللي وقع لها هذا يعني التعنيف. حاولنا أننا نقنعوها بأن السيد عنده ظروف اجتماعية. حكينا لها بان السائق المهني راه يعني يواجه ضغوطات
نفسية وضغوطات مادية في المهنة ديالو، حكم أن السيد عنده كيخدم ما كيخدمش بصفة مستمرة، كيخدم ثلاث أيام وكيريح عيد الدراري التاكسيات كيريحهم في الأسبوع. كذلك بالنسبة حكينا له بأن السيد يعني هو يعني هو عنده وليدات، عنده أسرة، عنده كذا يعني، وكما كتعرفوا بأن هذا القطاع هذا صراحة هو قطاع غير مهيكل، قطاع يتخبط في مجموعة من الإكراهات ومجموعة من المشاكل. الحمد لله بالنسبة للسيدة أو الأهل والعائلة ديالها تفهموا الوضع. اليوم تلقوا يعني الطرفين في المحكمة، يعني الحمد لله بأنهم كانوا مقتنعين، وكانت واحد المحاولة ديال الصلح اللي يعني بالفعل يعني كانوا تلاقوا ويعني وتسامحوا، يعني واحد التسامح غير رسمي. الآن يعني الآن دابا حاليا يعني كاين واحد يعني بالنسبة للتنازل إن شاء الله غادي يعملوا واحد المحضر ديال الصلح بيناتهم ان شاء الله، وكنطلبوا الامور تبقى ماشيه بهذا الشكل هذا حتى ان شاء الله السيد يعني يخرج ان شاء الله، ويعني يتطلق السراح ديالو يرجع للاهل ديالو ان شاء الله سالم غانم. وهذا درس لاي سائق مهني انه يعني ما كيحترمش يعني الزبناء، وكذلك ما كي يحترمش القرى العاملي والقوانين، او لان بالنسبه للقطاع لا يعني ليس له قانون منظم، ولكن له يعني بعض القرارات العامليه اللي خصو يعني اي سائق يعني يعمل بديك البنود ديال ديك القرارات العامليه. انا كنقول بان ان شاء الله يربي اي احنا كمرصد وطني يعني استبشرنا خير من هاد يعني من هاد البادره ديال الصلح، ويعني وهذه بشرى كذلك لكل المهنيين وكل المغاربه، بان صراحه اي سائق مهني يعني هذا درس ليلو، يعني ما كيبقاش الدرس عين هاد السائق المهني اللي وقع له هاد المشكل، بل هو درس لاي سائق مهني انه خصو يخدم يعني يعني بواحد الشرف واحد المسؤوليه. وتحياتي للجامع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.